احنا متفاعلين بوتيرة الإنجاز وسير الأشغال على مستوى طول السكة هذه الممتد على 177 كيلومتر إن شاء الله. ونذكر هنا بأن التعليمات اللي اليوم أسديناها إلى كل المتدخلين أنه هذه الوتيرة تبقى مستمرة، والضغط ما نقولش الضغط ولكن نقول التكفل الفعلي والجدي واليومي للمشروع يتطلب منا جميعا أن نكون ساهرين، أن هذه الأشغال تسير في وتيرة مقبولة حتى تستلم في أجلها إن شاء الله، لأن الموعد المضروب للجميع هو نهاية السنة.